وللحديث أكثر عن النفط وأسواق الطاقة ينضم معي المستشار النفط الدولي الدكتور محمد الصبان. دكتور محمد أهلا بك. في ظل التراجعات التي تشهد أسعار النفط كما يعني نتابع، هل هناك ما يدعو إلى القلق يعني حيال التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليس هناك ما يدعو للقلق، في الواقع التقلبات هذه متوقعة كانت في السابق، تتأثر بأخبار هنا وهناك. اليوم الانخفاض الذي حدث جاء نتيجة الخبر الخاص بانخفاض واردات الصين من النفط بحوالي 14% في شهر مايو مقارنة بالعام الماضي، وهذا أمر طبيعي لأن هنالك عمليات صيانة للمصافي التكرير، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إيقاف أو عدم استخدام النفط المتواجد لدى هذه الشركات لفترة مؤقتة، ويؤدي إلى انخفاض في الواردات. لكن لا غبار على أن الطلب العالمي على النفط آخذ في التحسن. صحيح أن هنالك أيضا تخوفات من التضخم الذي شهدته الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، لكن أيضا هنالك معالجات من قبل الاحتياط الفيدرالي، طالما أنه إذا زاد عن حد معين، وبالتالي الاقتصاد العالمي يسير نحو التصحيح نحو التعافي، وتبعا لذلك يتجه الطلب العالمي على النفط نحو التعافي التدريجي بإذن الله ابتداء من هذا الربع الثالث والربع الرابع. طيب يعني المستويات المستهدفة دكتور محمد للوصول يعني أسعار النفط هذا على المدى القصير والمتوسط، يعني ما هي الأسعار المستهدفة؟ الأسعار المستهدفة قد تكون في حدود $70 في الأمد المتوسط. طبعا هنالك تخوفات بأن الإشاعات التي تطلق هنا وهناك بخصوص انتهاء عصر النفط تؤثر على طبيعة الاستثمارات في هذا القطاع، فإذا انخفضت الاستثمارات بشكل كبير فإن هذا في الفترة المتوسطة قد يؤدي إلى في الوقت الذي يتحسن به معدل الطلب قد يؤدي إلى ارتفاعات متتالية في الأسعار. هنالك توقعات بأن يصل السعر البرميل إلى $80 وربما أعلى، لكن أنا تصوري أن مستوى $70 أو أقل بقليل قد يكون هو السعر السائد إلى نهاية العام الحالي. طيب يعني يعني هذا تحدي ربما يعني كان الجميع يتحدث به في السابق، لكن خلينا نتحدث عن التحديات الاقتصادية المفاجئة اللي يعني قد تكون مفاجئة وتؤثر على أسعار النفط سواء بالسلب أو الإيجاب. المفاجأة أنه مثلا على سبيل المثال الهند هي ثالث مستورد وثالث مستهلك للنفط في العالم. إذا ما استمرت جائحة كورونا في الهند وبعض الاقتصادات الآسيوية لفترة طويلة ولم يتم التمكن من حصرها ومن معالجتها، فإن هذا سيؤثر على الطلب العالمي في الهند وغيرها، ويؤدي إلى التأثير في مسيرة التعافي. لكن أنا أتصور أن الهند قد بدأت في تجاوز الأزمة الحالية، وأيضا اليابان وغيرها من الدول الآسيوية التي شهدت ارتفاع في الحالات. فأنا أتصور أننا بصدد تعافي. صحيح قد تكون هنالك تقلبات هنا وهناك، ارتفاع المخزون انخفاض المخزون، كل هذه بطبيعة الحال سمعنا أمس أمين عام منظمة الأوبك باركيندو فعلا باركيندو يذكر بأن مخزونات الدول الصناعية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد انخفضت بمقدار 19% في الفترة الماضية، ومتوقع أن تشهد مزيدا من الانخفاض. هذا خبر جيد، كان يفترض أن يقابل بأسعار أحسن، لكن كما ذكرت تغلب عليه الانخفاض في واردات الصين
وهذه أمور تؤدي إلى تقلبات في الأمد القصير لا غنى عنها، وبعضهم يقول أنها جني أرباح كما في أسواق الأسهم، هنالك متاجرين في سوق النفط. طيب هذا يعتمد يعني دكتور محمد عذرا يعني تصريح باركيندو في بالأمس في القمة اللي كانت في نيجيريا، ذكر أنه في تحسن في مستويات الإنتاج. في تحسن، لكن المتحسن في مستويات الطلب أكبر بكثير، وهذا يؤدي حتما إلى التحسن، لأنه هي طبعا من يضغط الأسواق في الفترة الحالية، وهذا أمر يزعج الدول الصناعية، ولا أعرف لماذا يزعج، من يضغط الأسواق هو تحالف أوبك بلس. منذ أن استلمت أوبك بلس إدارة الإمدادات العالمية وهي تحقق نجاحات كبيرة، وذلك بفضل قيادتي بعد الله، بفضل قيادتي سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ويساعده وزير نائب رئيس الروسي السيد نوفاك. هذا التحالف أظهر يعني إدارة تاريخية لأسواق النفط. الآن بإمكانه هو لو وجد أن مستوى الأسعار سيتحسن أكثر وأكثر، قد يؤدي به هذا إلى تخفيض الإنتاج لمواجهة طلبات الأسواق وعدم تضرر المستهلكين في نهاية المطاف. طيب دكتور محمد، خليني يعني أذهب إلى أوروبا الغربية وأمريكا تحديدا، ويعني ونحن يعني على ما تقريبا الصيف على الأبواب، وعملية تعافي يعني المسار المالي، وتعافي أيضا مستوى يعني مؤشر التفاؤل في الطلب، يعني كل المؤشرات تشير إلى أنه سنصل إلى مستويات مرتفعة من الأسعار. المستويات المرتفعة من الأسعار الآن مرتبطة ليس فقط بالتعافي الحادث حاليا، وإنما ابتداء من أول جون يعتبر بداية فصل الصيف، وفي فصل الصيف يكون هنالك زيادة في حركة النقل البري والنقل الجوي، وهذا ما بدأنا نشهده، انفتاح الاقتصادات المختلفة، تخفيف القيود القائمة نتيجة جائحة كورونا، كل هذه حتما ستؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط، ويؤدي حتما إلى تحسن وتحسن تدريجي أكبر. جميل. في الأسعار إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد الصبان المستشار النفطي الدولي، شكرا لك.